الحمد لله، الحمد لله يا رب العالمين، الحمد لله ذي الملك والملكوت، الحمد لله ذي الفضل الواسع وهو العليم الحكيم. نحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فموضوعي إليكم في هذه الخطبة بحول الله يكون عن الفضيلة التي هي الدرجة الرفيعة في حسن الخلق، والفضيلة هي طلب الخير في القول والفعل والسلوك، هي طلب الاستقامة في كل المجالات، والفضيلة هي التقرب إلى الله تعالى. ذلك لأن بعض الناس يصلون ويزكون ويصومون ويحجون ويقرؤون القرآن ويذكرون الله من أجل رئاء الناس، وتلك صفة قبيحة، صفة مذمومة مقتها الإسلام. والفضيلة هي صفة متأصلة في عباد الرحمن، وقد ذكر الله عز وجل لعباد الرحمن صفات عديدة، صفات في سورة الفرقان، أي في آخر سورة الفرقان. الفضيلة الأولى أن لا تسرع في مشيتك ولا تمشي تمارضا، وهذا يدل على التواضع الذي هو من أجل الصفات وأكرمها. قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. الفضيلة الثانية: تجنب الجاهلين الذين لا يعرفون الحق ولا يقدرون العلم. قال الله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الفضيلة الثالثة: أن لا تقضي ليلك في غير طاعة ولا تبت بلا قيام. قال الله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الفضيلة الرابعة: أن تعيش بين الخوف والرجاء، وأن تدعو ربك أن يقيك عذاب جهنم. قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. الفضيلة الخامسة: أن لا تبخل ولا تبذر، وكن وسطا بين ذلك. قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الفضيلة السادسة: توحيد الله، فالإنسان الموحد يخاف أن يشرك بالله. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. وإياك والشرك، واحذر أن تشرك بالله عز وجل في القول والفعل والعقيدة. الفضيلة السابعة: الخوف من إذاية خلق الله، الخوف من إذاية عيال الله. بل ليست الفضيلة أنك لا تؤذي الناس، بل عليك أن تنفعهم وأن تقدم لهم الخير. قال الله تعالى: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. الفضيلة الثامنة: العفة عن المحارم والفواحش. بل من الفضيلة أن لا تنشر الفواحش ولا تساعد على ذلك. قال الله تعالى: ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. تأملوا أيها الإخوة، الذين ينشرون الفواحش عبر التواصل الاجتماعي، الذين ينشرون ويحبون ذلك، اسمعوا ماذا قال الله عنهم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هؤلاء يحبون ذلك، فيعاقبهم الله عز وجل ويعذبهم بالعذاب الأليم، فكيف بمن يفعل ذلك. الفضيلة التاسعة: التوبة إلى الله، التي تدعو إلى اليقظة الروحية باستمرار، فتقرب إلى الله عز وجل بالتوبة، وتوب إليه وارجع إليه لتعيش سعيدا. قال الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. الفضيلة العاشرة: أن لا تشهد الزور، ولا يكفي مثلا أنك لا تزور على إنسان وحقه، وإنما يجب أن تشهد له بحقه إن اقتضى الأمر لذلك. إذا دعيت للشهادة في حقه فاشهد، وإلا تكون آثمة. قال الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور. الفضيلة الحادية عشر: حفظ لسانك من اللغو والغيبة طاعة لله عز وجل، فلا يكفي أنك لا تتلفظ بكلمة غيبة، إنما عليك أن تقول كلاما طيبا عن الآخرين ولا تقول عنهم سيئا. قال الله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. إذا ذكر أخوك في مجلس من المجالس بسوء
فدافع عنه أو وقم من مجلسك. الفضيلة الثانية عشر، أن تنقاد للحق طاعة لله عز وجل، فلا يكفي أنك لا تنقاد للحق ولا تخضع له، بل عليك أن تقول به ولو أوذيت من أجله، ولو كرهك الناس، ولو كرهك الناس عليه. قال الله تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. الفضيلة الثالثة عشر، أن تتزوج وتنجب طاعة الله عز وجل، فلا يكفي أن تتزوج، بل عليك أن تزوج الآخرين وتساعد الناس وتساعد الشباب على الزواج وتساهم في ذلك. قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. لأن المسلم ينشر الفضائل في المجتمع ويحارب الرذائل والفواحش. والفضائل أيها الإخوة لا تتجزأ أن تأخذ بواحدة دون الأخرى، إنما هي متكاملة. فمثل محبتك لأولادك ينبغي أن لا تنفصل عن تربيتهم تربية إسلامية، ولا يكفي أن تهتم بمظهرهم فقط بأكل وشرب ولباس، وإنما عليك أن تهتم بمخبائهم بروحهم بالإيمان بالتقوى بالخوف من الله عز وجل، أن تغرس في قلوبهم حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن لا تنسى إن سلكت إن اتبعت طريق الفضيلة فاعلم أنك تسير في طريق محفوف بالأشواك، محفوف بالخطأ بالمخاطر، وستعترضك عوائق. ومن عوائق الفضيلة قد تكون نفسك شهوانية أو عدوانية أكثر من اللازم، فهذه عائق، فنفسك تكون عائقا من العوائق. ومن عوائق الفضيلة حرص الشيطان على إعاقة أهل الفضائل عن الفضائل وعن نشر الفضائل ومحاربة الرذائل. ترى أصحاب الرذائل يحسدون الفضلاء على فضلهم، ترى الخبثاء يحسدون الطيبين على نقاوات سريرتهم، وترى المنافقين يحسدون المؤمنين على إيمانهم ونجاحاتهم الدينية، لذلك يثيرون حولهم المثبطات لكي يفشلوهم. فالمجتمعات المتقدمة يرفعون من قدر الفاشلين حتى ينجحوهم، والمجتمعات المتخلفة يحارب الناجحين حتى يفشلوهم. ترى الكذبة يحسدون الصادقين على صدقهم، وهكذا كل مريض في المجتمع إلا ويحسد الأصحاء، كل مريض يحسد الأصحاء. فاعمل وانشر الفضيلة، فانشر الفضيلة وحارب الرذيلة، وساهم في نشر الفضيلة وحارب الرذيلة، فالله عز وجل ينصرك ويؤيدك إن سلكت طريق الفضلاء فكن فاضلا. اللهم اجعلنا من الفضلاء، والحمد لله رب العالمين.